كيف تاخذ 500 دولار في لعبة Red Dead Redemption 2 في دقيقة واحدة؟ خش على المقطع. طيب اول شيء راح تتوجه لهذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي، قريب جدا من المخيم حقك، فراح تتوجه لهذا المكان بعدها راح اكمل معاك. لما توصل كل اللي عليك انك تفك سبرنت جيري الين ما توصل لهذا المحل زي ما تشوفون في الجيم بلاي، وراح تخش على هذا المحل. بعدها راح تجي ورا هذا المكتب وراح تحصل تحته زي الصندوق. فك هذا الصندوق راح تحصل السبيكة الذهبية، وهذه السبيكة الذهبية تنباع ب 500 دولار. ننهي المقطع، يلا ننهي المقطع. بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام.